من أعرق مكتبات العالم، شيدت قبل 5 قرون، فيها أقدم مخطوطات الحضارة الإسلامية، مكتبة الغازي خسروبيك. تقع بمدينة سراييفو عاصمة البوسنة، يعود بناؤها إلى بداية القرن 16 على يد الأمير العثماني الغازي خسروبيك، نجل فرهاد بيك والي اليونان آنذاك، وسلجوقة بنت السلطان بايزيد الثاني. ولد عام 1480 ونشأ في الديوان الملكي، عين أميراً على ولاية البوسنة، جعلها منارة حضارية بإنجاز مشاريع ضخمة ما تزال حتى اليوم شاهداً على تلك الحقبة من العصر الذهبي. من تلك المشاريع الخالدة مكتبة الغازي خسروبيك، بناها عام 1537 قرب مسجد شهير حمل اسمه أيضا، وفي غضون سنوات صارت أهم مدرسة في البوسنة والهرسك خلال الحكم العثماني، عرفت قديما بالمدرسة الرصاصية. تعرضت المكتبة ومخزونها النفيس إلى محن كثيرة، أشدها وطأة جرائم السلب والتدمير خلال العدوان النمساوي على سراييفو عام 1697. فقدت فيه عدداً كبيراً من مخطوطاتها النفيسة، لكن المكتبة التاريخية ظلت في موقعها القديم حتى العدوان الصربي على البوسنة والهرسك عام 1992. فنقلت أكثر من مرة داخل سراييفو بعد حملة صربية ممنهجة لإحراق المكتبات التاريخية. بعد نهاية الحرب وضعت المكتبة بمحاذاة مبنى لجناح النساء بمدرسة الغازي حتى عام 2013، وبدعم مالي مهم من دولة قطر شيد مبنى فخم يليق بالمكتبة العريقة. أقيم حفل الافتتاح في 15 يناير عام 2014 بجوار الجدار الغربي للمدرسة الرصاصية مكان تأسيسها. تضم المكتبة حالياً نحو 100,000 مادة، منها 10,500 مخطوطة بالعربية والتركية والفارسية والبوسنية، 10,000 وثيقة بالتركية، 21,000 كتاب باللغات الشرقية، 30,000 كتاب باللغات الأوروبية، وتحوي عدداً من أقدم مخطوطات العالم، منها نسخة من كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، تعود إلى عام 1131 للميلاد، أي بعد وفاة مؤلفها ب20 عاماً فقط.